جابت 4-3 فالله يكون في عونه يعني. اوكي عشان نقفل الموضوع ده بس مهم قوي التليفون اللي جاي ده يعني تصريح مهم جدا طلع من محمود فتح الله نجم النجوم ونجم طبعا الزمالك السابق. محمود مساء الفل. كابتن سيد مساء الخير يا كابتن. ازيك يا حبيبي ازيك انت؟ تحيات كابتن. كله تمام. تحيات كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن اسامه حسني ليك طبعا كابتن كبار برحب بيهم طبعا ومنورين الشاشه. أرجلك يا كابتن. أروح لمين أروح لمين ده كان تصريحك النهاردة؟ أروح لمحمد عادل ولا أروح للحكم الخامس؟ أقول له ضربة الجزاء من بره ولا من جوه؟ مين اللي حسبها؟ بغض النظر هي صح ولا غلط، لكن قول لي ردود أفعالهم، هل هم زي ما أنت شرحتهم وقلتها بالظبط ولا في جديد؟ بص يا سيد يعني أنا من اللعيبة اللي دوري إن أنا بنساعد الحكام، والحكام دول بشر زينا بالظبط زيكم زي الإعلام زي أي حد يعني معرض يبقى معاه توفيق ربنا ومش مش موفق. صحيح. النهارده كويس بكره مش كويس، لانهم في الاخر بشر مش ملايكة. زي احنا برضو يعني احنا كلعيبه لينا ماتشات موفقين وماتشات ثانيه مش موفقين، ده طبيعي جدا. فاحنا كل المسانده للحكام كلهم اخواتنا الكبار، ولا بنهاجم حد ولا بننتقد حد، لكن احنا عايزين نتثقف بس تحكيميا. الطبيعي ان احنا نكون عارفين ايه القوانين ايه النظام يعني عشان نبقى عارفين حدودنا. فالحكم الخامس حاجه جديده على الكره المصريه من تقريبا من سنه اتطبقت عادي. فالطبيعي ابسط حقوقنا كلاعيبه او كانديه ان احنا نبقى عارفين دور الخمس الحكم الخامس ايه، طب ايه الحدود اللي هو هيمشي عليها، طب هو ايه قراراته. النهارده يتحسب علينا ضربه جزاء حتى لو اتحسب علينا 10 ضربات جزاء في ماتش احنا متقبلين جدا، لان انا مش شغلتي ان انا احكم، انا شغلتي ان انا العب كوره بس. صحيح. فلو اتحسب علينا 10 ضربات ولا مفيش مشكله يعني سواء مظبوط او مش مظبوطين، لكن انا بقول ابسط حاجه انا اول ما اتحسب علينا ضربه جزاء بغض النظر هي او لا او بره او جوه او الكلام ده، انا رحت للحكم قلت له انت حضرتك شايفها ضربه جزاء؟ انت قال لي انا مش انا اللي مدي، الحكم خامس اللي مدي. لا مش الحكم، انا بتكلم اول ما رحت للحكم الخامس. حلو كويس. هي كانت قريبه منه يعني متر بس، فقلت اكيد هو اللي حسبها. اوكي. فرحت له على طول مباشره يعني قلت له حضرتك شفتها ضربه جزاء يعني ازاي؟ قال لي مش انا اللي مديها، ده الحكم الملعب هو اللي مديها. اوكي. فرحت رنت على حكم الملعب يا كابتن حضرتك شايف ايه؟ مش ضربه جزاء ده، حتى لو حضرتك شايف ان في حاجه يبقى بره. قال لي الحكم الخامس اللي بيديني. طب ايه الدوخه دي؟ احنا مش ناقصين دوخه، احنا عاملين شوط اول وحش جدا وسيء وما رحناش الماتش الشوط الاول، فمش ناقصين دوخ يعني عايزين نعرف بس. فروحت الحكم الخامس تاني، تروح لحضرتك اللي مديها؟ قال لي اقسم بالله لا مش انا. طب انت هو محمد يوسف ولا محمد سيد؟ هو واحد فيهم، ده حكم خامس وده حكم خامس، ما تعرفش اسمه؟ ها؟ لا الحكم اللي احنا كنا بنلعب معاه الشوط الاول. الشوط الاول ما تعرفش اسم. طب السماعه كانت شغاله؟ طبعا كابتن سيد عشان كلامي ما يت محمد سيد او ما يتحورش. اوكي. انا عشان كلامي ما يتفهمش غلط او ما يتحورش، احنا ما بنفقدش حكم او بنهاجم حكم، احنا كان لينا ضربتين جزاء في ماتش الاسماعيلي ال 100 مليون مصري ما فيش اعتراض عليه. رجعوهم بقى ماتش الاسماعيلي ضيعوا مننا بونتين مهمين جدا. صحيح. كابتن سيد البونت اللي بيفرق مع الفرقه اللي هتاخد دوري واقف على الخط ده يرجع يقف عند الفيديو تحت. كابتن اتفضل يا كابتن. يعني الفرق اللي بتنافس على الدوري سواء زمالك او اهلي او اي كان، البونت بالنسبه لهم مؤثر، بالنسبه لنا مؤثر جدا. طبعا صحيح. لسه القلم الرصاص فاكيد البونت بالنسبه لنا مؤثر. ففي ضربتين جزاء لينا ماتش الاسماعيلي مفيش واحد في مصر يختلف عليهم. صحيح. وطلعنا ولا اتكلمنا وعادي جدا وبونت كويس الاسماعيلي، ولا اتكلمنا عادي خلاص دي كوره يعني. بس احنا بنبقى عايزين نعرف بس يعني الحكم يقول لي لا انا اللي هحسبها، اقول له غتن هايل ومفيش اي مشكله. انا نزلت بين الشوطين للحكم وتاسفت له على لو في اي اعتراضات او تجاوزات مننا الشوط الاول حصلت، قلت له انت اخونا واحنا اسفين جدا لو في اي حاجه، وتاسفت له مع ان انا حاسس ان انا مظلوم بس تاسفت له لان ده اخلاقنا. صحيح. بس هي الفكره، هي الفكره. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود فتح الله. هي الفكره كلها هو انت عايز يريح دماغه، الحكم عايز يريح دماغه، فلعيب جاي يعترض يقول له الحكم الخامس هو اللي حسبها، يروح للحكم الخامس عايز يريح دماغه برضه يقول له الحكم هو اللي حسبها.